إيران مع ظهور المدارس النظامية في إيران والعراق، اللي هو فصل أربع إيوانات، وطبعاً أشهر نموذج ليه أغلبها كلنا يمكن نكون زرناه، اللي هو جامع السلطان حسن أو مدرسة السلطان حسن. وده ظهر مع الأيوبي والمملوكي. إيوان والظلم اللي احنا بص اللي ورا ده كده إيوان. أهو كده إيوان خالص. الإيوان الفرق الرئيسي بين الإيوان والظلم إن الإيوان في فرقين، الإيوان ما فيهوش